هنبدأ مع حضراتكم فقرة الأخبار المحلية باستعراض مباريات اليوم وانطلاق الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة المحترفة في نسختها الثالثة اللي بتقام بنظام دور المجموعات. والنهارده تقام ثلاث مباريات، أول مباراة الساعة 3 هتكون بين الداخلية والإسماعيلي، هتكون على استاد السلام، والمباراة مذاعة على أون تايم 1. اما المباراه اللي هتقام برضو في نفس الميعاد هي بلديه المحله وسموحه، وهتكون هتتلعب على استاد غزل المحله، والمباراه مذاعه على اون تايم سبورتس 2. والمباراه الاخيره هتكون الساعه 5 بين مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، والمباراه هتكون مقامه على استاد القاهره، والمباراه مذاعه على اون تايم سبورتس 1. زي ما قلت لحضراتكم النهارده الثلاث مواجهات قويه في انطلاق كاس الرابطه. فريق الاسماعيلي تحت القياده الفنيه لكابتن ايهاب جلال هيواجه فريق الداخليه تحت القياده الفنيه لكابتن هيثم شعبان في اللقاء اللي بيجمع الفريقين باستاد السلام في الجوله الاولى بالمجموعه الثالثه من كاس رابطه الانديه المصريه لكره القدم، واللي بتضم ايضا فريق سيراميكا كليوباترا وفريق امبي. بيرغب اكيد الدراويش في استعاده طريق البطولات والعوده لمنصات التتويج من خلال كاس الرابطه عشان يقدر ان هو يصالح جماهير القلعة الصفراء بعد للأسف سوء نتائج الفريق في الدوري. بينما بقى بيبحث فريق الداخلية عن انطلاقة قوية في أولى مباراة ليه في كأس الرابطة، وطبعا في المواجهة الثانية بقى بيبحث فريق سموحة بقيادة مدربه كابتن أحمد سامي عن الخروج بنتيجة إيجابية على حساب أصحاب الأرض وحصد الثلاث نقاط طبعا. وفي المقابل بقى بيسعى فريق بلدية المحلة لاستغلال عامل الأرض والخروج بثلاث نقاط. وتقام بقى المباراة الثالثة اللي هتكون بين مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي طبعا الساعة 5 مساء.